تحتضن العود ببراءتها، فتحن على أوتاره نغما يصدح من حنجرتها صوتا يناجي السلام. هي اللاجئة التي استهواها الفن فطريا سبيلا للتعبير عن الوجه الآخر للحياة التي تتمناها. بحس إنه الفن هو شيء كتير مهم، ولازم كل الأطفال إنه يحصلوا على هالشيء، لأنه إذا حصلوا عليه حيكونوا كتير مرتاحين بحياتهم، لأنه هني عندهم هالشيء اللي هني عندهم إياه من زمان، بس لازم يكتشفوه. مجموعة يافعة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين برفقة آلاتهم وأغانيهم من التراث السوري والفلسطيني والعراقي والمصري يحيون آمالهم في غد أفضل تحت عنوان مال الهوى. المدخل بتاعنا هو مدخل إنه الفن مهم في حالة الأزمات، لأنه بيعمل تقوية للنفس وملكة الإبداع، وبيحول الشخص من دور الضحية إلى دور المانح، فالتحول ده بيخلي الشخص أقوى بكتير. كمان هو بيدعم المجتمع بتاع اللاجئين، وأيضاً يدعم المجتمع المستقبل لهؤلاء اللاجئين، لأنه بيخلي المجتمع ده أغنى، بيبقى فيه مواهب إضافية، طاقات إضافية، وبيخلي فيه فرصة لعلاقة صحية ما بين اللاجئين وما بين المجتمع المستقبل ليهم. اسمي تام صفصافي، جيت على هاي المركز الموسيقى عشان اتعلم آلة الساكسفون. كنت حبها كتير واتعلم منها قصص كتير يعني. جيت لهون شفت هاي القصص حلوة يعني، تشوقت لحتى اتعلمها. تعلمتها وقصة يعني جابت لي مستقبل حلو، يعني مستقبل بيطلع له فايدة بالأخير. أكيد الفن هو اللي عم يقضي على معاناة اللاجئين اللي خاصة هن بلبنان طبعاً. عم بيشكل لهم شيء جديد بحياتهم، عم يتعلموا اشياء جديده، عم يبني لهم مستقبلهم. وبالنسبه للشباب بتلاقي هذا متنفس، لانهم يعبروا عن ذاتهم بعيدا عن اساليب العنف. اكيد الموسيقى اكيد بعيدا عن هي شيء رائع، عم تبعدهم عن العنف. إنها رسالتهم إلى العالم، يختارونها دعوة ضد الحروب. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة بيروت.